عندما أتي لأتكلم على الإعلام، أنا أعتبر على أنه الإعلام طبيعة الحال هو الجناح الحقيقي الذي تحلق به الرياضة. هذا التعبير كان جميل جدا الذي يقول على أن الرياضة هو طائر يحلق بجناح الإعلام. إذا ما انتفى الإعلام لا يمكن لهذا الطائر أن يحلق، بدليل ما نشاهده اليوم. إذا كانت اليوم والأستاذ قد تكلم عن ذلك، إذا كانت مباراة في كرة القدم أو كأس العالم تستقطب الملايير ديال المشاهدين، فبفضل وسائل الإعلام، بفضل القنوات التلفزيونية، وبفضل هذا الانفتاح اللي وقع على وسائل الإعلام. طبعا انعقاد مثل هذه الندوة حول شغب الملاعب الرياضية يأتي في سياق حراك وطني، كان أعتقد أنه انطلق منذ سنوات في محاولة للحيلولة دون أن تتفاقم هذه الظاهرة وتصبح معطلا من المعطلات الكبيرة لمنظومة التغيير ولمنظومة التحول وأيضا لمنظومة التطور اللي ماشية فيها الرياضة الوطنية. أنت تعرف جيدا على أن شغب الملاعب فوق أنه يظهر حالة من الانفلات، حالة من الشغب المجتمعي، حالة من مظاهر العنف الذي لا تتطابق كليا مع لا الأخلاق ولا الموروث ولا العوائد المغربية، ولكن أكثر من هذا وذاك أنها تصيب بأضرار كثيرة وجسيمة جدا. أولا المرافق الرياضية التي تصرف عليها الدولة الملايير هي من المال العام، لغاية الأسف من المال العام تصرف على ملاعب رياضية ومركبات رياضية يفتخر بها المغرب ويفتخر بها المغاربة ويستفيد منها المغرب ويستفيد منها المغاربة. إذن احنا كنلحقوا ضرر بأشياء احنا كمغاربة نؤسسه ونبنيها، وبالتالي هذا واحد من أكثر المعطلات البنيوية. يضاف إلى ذلك أيضا على أنه هذه الحالة كتخلق واحد حالة الاحتقان في الوسط الرياضي الوطني، وبالتالي كتحول دون أن القطار ديال التغيير في كرة القدم وفي الرياضة الوطنية يمشي في طريقه في الطريق المأمول له. علاش كرة القدم ولا فيها هذا العنف هذه في السنوات الأخيرة؟ أنا دائما أحبب العنف لأن هذا عنف، وملي تتحدث على العنف من وجهة من المنظور ديال علم الاجتماع، العنف هو دائما تيجي مضاد للعنف الآخر. هذا العنف قد لا يبدو للعادي، مثلا العنف ما تيكونش عن مادي، راه تيكون العنف الرمزي، راه ما تيتشافش، ما نسميه بلا فيولونس سامبوليك عند بيير بورديو. هذا العنف الرمزي هذا راه تيلعب لنا شويه على الدين. علاش؟ لانه هذا العنف داخل الملاعب شنو الخطوره ديالو؟ اين تكمن الخطوره ديالو؟ الخطوره المميزات للعنف داخل الملاعب حددها الكتاب ديال جيستاف لوبون، واخا هو في الستينيات من القرن الماضي لا زالت افكاره حاضره بقوه، وبإمكاننا الاستناد إليها والاستعانة بها لكي نحاول أن نظهر الأسباب. هذا العنف داخل الملاعب، مثلا كنا داخل الملاعب فرد إنسان عادي في حياتي العادية، لست بالعنيف، لست بإنسان الذي يصدر عليه العنف، ولكن عندما أصبح مع الحشد مع بسيكولوجي ديماس سيكولوجية الجماهير، فراك هذاك الشيء اللي عندي مكبوت. يا مقربة لمندمجة ضروري من واحد لابروش انتجري تدخل فيها جميع المتدخلين في هذه اللعبة ديال كرة القدم، خاصة وعيا منا على ان اللعبة ديال كرة القدم لم تعد تلك اللعبة ديال السنوات ديال الستينيات والخمسينيات والسبعينيات. هذه اللعبة اليوم تحولت، مفهومها الاقتصادي، مفهومها التجاري، التكوين ديالها اليوم ما بقاش التكوين في الاحياء، التكوين في اكاديميات في مراكز، وبالتالي راه هي تحولت واحد العامل مهم جدا من العوامل المحددة في الاقتصاد ديال الدول، وبطبيعة الحال تعطي صورة على الدول فين وصلت إلى آخره. إذا اليوم المقاربة هي مقاربة لمندمجة، كاين المقاربة بطبيعة الحال الأمنية للنتائج ديالها تتكون آنية تتكون ردعية، ولكن وحدها ليست كافية لاجتتات مثلا هذه المشاكل. أنا أحبذ أن أسميه العنف في الملاعب، لأنه هادشي ديال الشغاب هي كلمة ترجمة للهوليغانس. الهوليغانس هذا اليوم هذا هو عنف في الملاعب. ملي تتكلموا على العنف في المقاربة السوسيولوجية فهو العنف دائما ينتج عن عنف،
آخر مضاد حتى ولو كان غير مرئي، أي ما يسميه بيير بورديو بالعنف الرمزي. إذن هذه أمور، واليوم الحضور مثلا في هذه الندوة الوطنية اللي تنشكر الناس الذين سهروا على مثلا تنظيمها، هي على أنه كين اختاروا مثلا الفريق اللي غادي يشارك في هذا النقاش وينشط هذا النقاش. من طبيعة الحال كاين هنا واحد المقاربة مندمجة، كاين رجال ديال الإعلام، كاين رجال ديال القانون، وكاين كذلك المقاربة السوسيولوجية. وما أحوجنا إلى المقاربة السوسيولوجية والمقاربة السيكولوجية باش نكشفوا بكل نسبية على واحد المكامن ديال الضنل وديال العتمة اللي نادرا ما تنوصلوا ليها، باش حتى إلا بغينا نديروا الوقاية الاستراتيجية وما يسمى بالمقاربات الاحترازية، فتنعتقد أنه المنطلق خصو يكون منطلق من هذه المقاربة اللي غتحاول تكشف على الأسباب زعما العميقة الكامنة وراء هذا العنف اللي تيكون في الملاعب. ديالنا فيما يتعلق بالتطبيق السليم ديال مقتضيات قانون ديال 0999، كذا علاوة على تنظيم دورات تكوينية في المجال النفسي كذلك ينشطها أساتذة متخصصون في علم الاجتماع وعلم النفس لتمكين الكفاءات الأمنية من فهم الدقيق للسلوك المتفرج، خاصة عندما ينصهر في جماعة. ما كنقولوا الجماعي يعني ما كينصهر في مجموعة ديال الجماهير، وكذلك معرفة الأسباب المتحكمة فيه، وبالتالي محاولة إيجاد أساليب ناجعة ومرنة للتعامل بحكمة مع الحالات الجامحة والطائشة مهما كانت درجة الحدث. اليوم المركز الإعلامي المتوسطي كينظم نشاط حول دور الإعلام في الحد من ظاهرة الشغب، بمشاركة زملاء صحفيين مرموقين، بمشاركة باحثين، ومشاركة بطبيعة الحال مشاركة لمديرية الأمن. اليوم هذا النشاط هذا يندرج ضمن أنشطة البرنامج السنوي للمركز الإعلامي المتوسطي، ويأتي في إطار التنويع والمواد اللي كيقدمها المركز الإعلامي المتوسطي. ما تنساش تابونا في لاشين وتأكد بالجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هاد بريس.